من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يسبحن والطير وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي
وكنا بكل شيء عالمين. وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ومثلهم معهم رحمة من عندنا. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس. وإسماعيل وإدريس. وإسماعيل وإدريس. وإسماعيل وإدريس. وذا الكفل كل من أدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النور وذا النور وذا النور إذ ذهب مغاضبا. وذا النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك.
كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا استجب له استجب له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين فاستجب له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا زكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
فاستجبنا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فلنفخنا فيها من روحنا وجعلناها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم صدق الله العظيم. وتقطعوا بينهم كل إلينا الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث
واقترب الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم المزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم Oh,
وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وعدت علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة فهل أنتم مسلمون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي نزلت للرحم بأمك ساجدا كأنك تعرف السجود والصلاة، ناداك ربك بأنك أنت المصطفى فكن بالناس ودود، جئت مبشرا وأنت أعظم إنسان في الوجود، صلوا جميعا على النبي المصطفى المحمود. عشنا سويا مع دستور الأرض والسماء، آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي رتبت تحت إدارة وإشراف أولاد فطر المقيمين بمؤنسة أورين التابعة لمركز ومدينة شبرخيت. حضرات السادة الأفاضل، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.